من مدينة ديالى. أكيد في مدينة ديالى لأصحاب المرور لهم معاناتهم الخاصة بعدم وجود الإشارات المرورية في شوارع مدينة ديالى. خلينا نشاهد هذا التقرير وبعدها نرجع لكم مباشرة. مشاهدي اهل المدينه. اليوم موضوعنا موضوع مهم جدا، هو انعدام الاشاره المروريه او الترافيك لايت. طبعا التقاطعات داخل مركز معقوبه تقاطعات كثيره، بس المشكله انعدام الترافيك لايت، يعني رجل مرور واحد بس اكثر من تقاطع موجود، يعني رجل المرور ما يقدر يسوي شيء، سيارات كثيره، تقاطع اكثر من سايدين، ثلاث سايدات، اربعه. اليوم احنا نريد نشوف مشكله الترافيك لايت ليش معدومه، يعني ليش ما متوفره، ليش ما تشتغل. اغلبيه الترافيك لايتات كلها مكسره وما يعني تجدي النفع وما تشتغل. راح ناخذ طبعا فكره عن هذا الموضوع ويا مقدم احمد حتى يعطينا فكره عن الاشارات المروريه والترافيك لايت بالذات. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. تحيه لك اخ حلمي وتحيه الى كل مشاهدين قناه الشرقيه وتحيه للعراقيين اجمعين. يا رب إن شاء الله الأمن والأمان لكل العراقيين، وإن شاء الله رب العالمين يسهل الأمور بحيث أنه العراق يوصل إلى درجة ليستحقها من بين باقي الدول العالم. الحقيقة إحنا موضوع مؤسف، يعني إذا نناقش هنا اللي وصل العالم من درجة تطور ما يمكن مقارنته بوضعنا حاليا إحنا في العراق وبالذات في محافظة ديالى. مثل ما تعرف جهاز المرور من الأجهزة الحيوية جدا في تنظيم حركة السير والمرور، وهو اللي يعكس الحالة الحضارية لأي بلد لأي مجتمع. للأسف اللي نشوفه هنا عندنا تخلف في هذا النظام. جهاز المرور حتى ينفذ واجبه يحتاج إلى بعض الأمور، الإمكانيات المادية والآليات والأمور اللي تنظم هذه العملية. من هذه الأمور هي الإشارات الضوئية المرورية أو ما يعرف بالترافيك لايت. هذا يعني مسألة العالم، أغلبية دول العالم أصبح من الماضي عندهم، لكن إحنا وللأسف ولحد الآن مدى نتمتع بهذا الشيء بداخل خاصة محافظة ديالى. قبل 2003 كانت موجودة مجموعة من الإشارات الضوئية في مدينة معقوبة. كانت شغالة. نعم أستاذ أحمد. نعم. موجودة وتشتغل على حسب الوصول. معمول بها في كل تقاطعات مدينة معقوبة، والمدينة الوحيدة اللي كانت بديالة موجود بها الإشارات الضوئية هي مدينة معقوبة. للأسف من 2003 ولحد الآن انهمل هذا الموضوع وتحول يعني من تنظيم السير عن طريق الإشارات الضوئية أصبح الثقل بشكل مباشر على رجال المرور. بالإضافة أن شوارعنا تفتقر إلى العلامات المرورية، مثل ما تعرف أن السائق يحتاج أثناء استخدام الطريق للعلامات المرورية أو ما يسمى بتأثيث الشوارع، العلامات الشاخصة والمجسرة والعلامات الأرضية. هسه إذا تطلع أنه تنظر إلى هذا التقاطع تشوفه بدون علامات، بدون علامات أرضية، بدون علامات المرورية الشاخصة والمجسرة. هذه العلامات ترشد السائق أما لبعض المكانات اللي يريد يوصل إليه أو تحذره من بعض الأمور، يعني يوصل للتقاطع ما يعرف أنه واصل إلى تقاطع. والله عملنا يعني متعب حيل، لان تقاطع مزدحم حيل، سيارات عندك تجي من الهويده، عندك سيارات من معقوبه، السيارات اللي السوق توجه، يعني اذا تشوف انت بعينك هالازدحام، ازدحام يعني كثيف، واني وحدي حاليا هنا، تعبنا يعني تعب، شغلنا حيل تعب. رايك الحال يعني انتوا كرجال مرور يعني هسه وحدكم يعني ما تقدرون تسوون شيء بهذا التقاطع المهم؟ والله يعني قلت لك
الترافيك لا يتعاطل، ماكو اي ترافيك، المواطن مدى يلتزم يعني بإشارة المرور يعني، وسيارات هواية تدري انت دخلت العراق سيارات كثيفة مو مثل قبل، فالترافيك عاطل يعني احنا، وهاي تشوف لي وحدي هاي والازدحام هاي بعينك تشوف، فما تقدر نسيطر يعني، لا اكو احد وياي ولا ترافيك إشارة ضوئية تشتعل، وهاي على يدك يعني. السلام عليكم. سلام عيني. شلونك عيني؟ أنا وسهلا. هذي بنعرف بالنسبة يعني الترافيك لايت هسه هو معدوم بدياله، أغلبيتها معاطلات وما موجودات. شو شفت يعني الترافيك لايت أهميته بالنسبة يعني لل؟ والله هو مهم بالنسبة للمواطن، نعم. السيارات والازدحامات هم يساعد المرور. نعم. أكثر يعني بالنسبة شوارعنا معدومة هالقد. نعم. الترافيك لايتات مو هالقد. نعم. كلها عاطلة. أكيد رجعنا وياكم بعد ما شاهدنا هذا التقرير اللي هو بمعاناة أصحاب المرور يعني شرطة المرور يعني اللي يعانون في شوارع مدينة ديالى وكل شوارع المدن العراقية. طبعا بس بدنا نعرف أنه عدم وجود الإشارات المرورية في شوارع المدن مسؤولية المواطن لو مسؤولية وزارة الداخلية، هذا اللي يريدنا نعرفه، لأنه كل سبب خاطئ يقولون أنه سبب المواطن.